رانيا فريد شوقي حبيبتي وهي المنتمية إلى هذه الأسرة الأهلاوية وابنة النجم الكبير الراحل الأستاذ فريد شوقي الأهلاوي المحب للنادي الأهلي بجنون زي ما قال ضيفنا الأستاذ عمر عبد العزيز. مدام رانيا مساء الخير وأهلا بيكي، سعداء بمشاركتك معنا في الحوار. أهلا مساء الفل. أهلا أهلا. ضيفنا طبعا حابب توجهي له حضرتك الحوار او التحيه للفنان والنجم الكبير عمر عبد العزيز. ابن ابويا يعني يعني امك العمر او الاستاذ عمر يعني حبيبتي عند بابا حاجه مميزه وهو كمان بيعشق بابا يعني طبعا والاثنين اهلاويه جامدين جدا جدا وانت كمان وانا اهلاويه طبعا دي حاجة جميلة. مدام رانيا أو الفنانة رانيا فريد شوقي، إيه المواقف اللي بتفتكريها دايماً بتجمع بين الوالد النجم الكبير رحمة الله عليه الفنان فريد شوقي والنادي الأهلي ومباريات الكورة وحبه للنادي الأهلي وأيضاً اللي جمعت بينه وبين الأستاذ عمر عبد العزيز؟ لا الـ بابا النادي الأهلي كان زمان بيروح الاستاد ويحضر الماتشات، أنا يعني ده أنا ما حضرتش الفترة دي بس كان بيحكولي يعني، وكان يهتم مع اي ماتش للنادي الاهلي انه يبقى متواجد. وفاكره ايام مرضه لما الاهلي كسب والجماهير جم تحت البيت العجوزه وقعدوا يهتفوا له اطلع يا ملك، وفعلا رغم تعبه لكن طلع واحتفل معاهم يعني. تجارب العمل مع الفنان الكبير عمر عبد العزيز، ايه اللي بيميزه على مستوى علاقتك بيه على المستوى الاجتماعي والانساني وعلى مستوى خبراته واسهاماته كمخرج كبير؟ لا ده حبيب العيله، انت هتهزر ولا لا 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 انت جاي في حبيب العيله كلها. لا طبعا استاذ عمر يتميز انه السهل البسيط يعني اللي هو مريح كده، تبقى داخل مرتاح حابب عايز تطلع احلى حاجه عندك. نضحك ونهزر ونشتغل قوي ونعمل كل حاجه بمزاج لان احنا مبسوطين في اللوكيشن بتاعه قد ايه بيبقى لوكيشن جميل. هو مخرج طبعا متميز متمكن من ادواته، دمه الخفيف طبعا ظاهر في الشاشه يعني فيلم يا رب ولد يعني علامه من علامات السينما المصريه. يعني كل الكوميكس اللي بتنزل على السوشيال ميديا هو انت تعيش يا حاج يعني ما فيهاش هزار. ايه اللي طوره في اداء الفنانه رانيا فريد شوقي في اي خبرات جمعت بينكو او استشاره فنيه وجهها او راي فني او نصيحه وجهها للفنانه فريد شوقي استاذ عمر؟ ناس كتير كتير، كنت مثلا ابقى في اوردر قبل ما اجي الاوردر اتصور معاه، فمثلا ممكن اكون اتاخرت نص ساعه اقول له انا اسفه اسفه، يقول لي لا 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 ما تعتذريش معلش معلش هو النهارده اليوم تقيل، ويقول لي كله هيعدي ما تقلقيش انت بس خدي نفسك كده وركزي وكله هيبقى تمام. بلس ان في التمثيل برضو كنصايح ان هو بيميل للبساطه وخفه الدم، فطبعا كان بيديني النصايح دي. وكنا طول ما احنا قاعدين على فكره برضه بنتكلم عن بابا طول الوقت حكايات حكايات، لان كمان كان استاذ عزة العلايلي معانا او انا اللي معاهم يعني في المسلسل، فكان طول الوقت الحوار عن بابا، فيعني انا كنت بستمتع معاهم جدا فعلا يعني. ونتمنى ان الاستاذ عمر يرجع لان في ناس كتير مش فاهمين يعني ايه الاخراج بخفه الدم، يعني ان لازم المخرج بدمه خفيف لو انت بتعمل حاجه كوميدي، فالمخرج نفسه دمه خفيف عشان العمل يطلع حلو ودمه خفيف يعني. طيب الفنانه رانيا فريد شوقي يا رب اكيد كلنا بنتمنى نشوف اعمال جديده. اتفضل. رانيا ابتدت مع عائلة عبد العزيز، أول عمل مع محمد عبد العزيز وتاني عمل معاه قهوة من شربات مع محمد عبد العزيز، وثم معايا في ليا هرم ليا هرم واشتغلنا مسلسل. رانيا دي بنتي يعني ده يعني أعرفها، وبقى أنا أزعم إن أنا رحت بيتهم أكتر منها يعني أزعم. طيب ايه اللي كان بيسعدك في اداء الفنانه رانيا فريد شوقي لما بتجمعكم تجربه في عمل فني او سينما؟ اجمل شيء فيها انها ما اعتمدتش على كلمه فريد شوقي. اجمل شيء، وهي ممثله على فكره هايله وعندها احساس وبعدت تماما انها بنت فريد شوقي، وعشان كده كملت. يعني ده 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 ده, ده
خارجة من مزنق، ده اسمه مزنق، انها بنت فريد شوقي دي، لانها دايما هتتقارن بالاسم وبالتاريخ وبالموهبة الكبيرة عند الفنان. يعني في تجربة مش يعني مش هخجل منها. الفنانة نادية ذوالفقار ابنة المخرج الكبير عز الدين ذوالفقار وابنة فاتن حمامة، وعملت بطولة في فيلم انا العقلة ولا مجنونة اخراج الاستاذ حسام الدين مصطفى، وما ظهرتش بعد كده لانها دخلت انها بنت، انما رانيا بالخالص. وده اكيد توجهات ابوها فريد شوقي كان فاهم المهنة. ايوه طبعا اثناء تصوير من شربات، لما رحت بابا اساله على المشهد فبص لي كده وقال لي عندك الاستاذ المخرج محمد عبد العزيز اساليه، انا هنا ممثل زي حقيقه هنا بيوجهها بيعلمها طبعاً. في بداية تجربها السينمائية الملك ده موسوعة، وإن شاء الله السنة دي يعني أنا كرئيس اتحاد النقابات الفنية هيكرم وهيبقى عنه محاضرات وكتب في كل المهرجانات الفنية في مئوية الفنية. وعايزين النادي الأهلي يحتفل بمئويته لأنه طبعا إن شاء الله يعني من أول الأعضاء ومن مؤسسين نادي فريق الشمس، إن شاء الله يكون فيه اهتمام واحتفاء كبير في النادي الأهلي بمئوية النجم الكبير الراحل الأستاذ فريد شوقي. قبل ما نختتم الحوار، الفنانة رانيا فريد شوقي سريعا، هل عندك الوقت وبتتابعي بنفس الشغف زي الوالد رحمة الله عليه مباريات وارتباطات النادي الأهلي؟ لا بفرح قوي في المكتب يعني عارف عيلة قوي يعني، بس طبعا يعني اللي بقدر اتابعه بتابعه. لكن بابا اقوى، بابا كان بيروح للاستاد، انا عمري ما رحت للاستاد بصراحه. طب ما عندكيش النيه تروحي الاستاد قريب في مباراه يبقى مسموح فيها بحضور الجماهير؟ والله فكره يعني اعملها اشجع الاهلي، الحب الحب يعني. طب نشوفك في مباراه النجم ان شاء الله يوم الاحد القادم مع النجم الساحلي في بطوله افريقيا باذن الله. ان شاء الله والله باذن الله. وسعداء بمشاركتك معنا في الحوار النجمه رانيا فريد شوقي، وبشكرك شكرا جزيلا. شكرا استاذ عمر، عندك اي تعقيب على اللي قالته الفنانه رانيا فريد شوقي؟